السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. خلدت موريتانيا ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الملاريا مبرزة الجهود التي قالت إنها بذلتها في سبيل القضاء على الداء المنتشر في إفريقيا. وعبرت وزارة الصحة الموريتانية عن سعيها إلى مضاعفة الجهود في سبيل مواجهة الداء والأسباب المؤدية للإصابة به. أعلنت النقابتان الوطنية للمعلمين والوطنية للصحة العمومية عن الدخول في إضراب عن العمل يوم الخميس القادم 27 أبريل الجاري. وقالت النقابتان خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط إن الدوافع للإضراب تعود إلى بروتوكول الاتفاق الموقع عام 2012 مع وزارة التهذيب الوطني، والذي لم يتم تطبيق مضامينه وفق النقابتين. انتقد الأديب والشاعر الموريتاني رئيس مجلس أمناء جمعية الضاد للإبداع ونشر اللغة العربية والدفاع عنها ناجي محمد الإمام غياب مطابع ودور للنشر في موريتانيا. وقال ناجي الإمام خلال ندوة في نواكشوط إن لديه 6 دواوين شعر و3 روايات لا يزال عاجزا عن طباعتها، مضيفا أنه لا يبيع رواياته وأشعاره لأنه يرى أن الشعر يعطى ولا يباع. نشرت مجلة الآداب الصادرة عن دار الآداب اللبنانية ملفا شاملا حول مجالات ثقافية واجتماعية مختلفة في موريتانيا. وشارك في إعداد الملف عدد من الكتاب والمدونين والإعلاميين الموريتانيين. وقد شمل الأدب والسينما والصحافة وبعض المجالات المتنوعة والمختلفة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة 6. نشرة إخبارية بحول الله. دمتم في أمان الله.